آديات من دي سلام يا آديات سولو هذا ومدى صونا أحمد إبراهيم سولو هذا أحمد الصلبان سولو هذا ومدى صوماليا كور الوغويقة آديات بالدين السلام يا آديات ومدى صوماليا كور الوغويقة وي هي وي هي ومدى صوماليا آديات بلدي السلام يا أمت الصومالية كور الوقوية سولو وادي بحول أكسن بدن الله سولو وادي وقتها يسكور أيه وقتها يسكور أيه سولو وادي أمت الصومالية سمي يوسف أهي أفر الله عشاك هاقا هرأي ورطو حاركيه أفر لبا عشو يا كاغا هاري أردو حاركي وإيهي أنا لو دليلي بسم الله الرحمن الرحيم بلا يولون يباس كبسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يوم دا الصومالية ملك الساي تشوفته وعن كل سلام يا سلام تي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد وعن سلام يا كور الوقوي ملك الساي تشوفتان وأنا كل سلام يا سلام تي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليف في جنوب حكومة سابسية هي أرتنيك كورن دخله هو جو ورية إنه مشروع سوقاتي خطرة وعينه عضينا إياه نمني توبية له وعلى إنك كل ميسته وصدا وصوت هاي ود عيني معاني ذي لحظة نكني مشروع عمل وكسوقاتي قرن منه نماني توبيانة او اد اركيسي او آن مخلات اللو دونين او اهلت دا كتشرة ايا انت صوفر استي اف اين لان قرانين مكي شايطان مضا مكي يهود دا مكي إبليسي دا اي كوهد لي احمد ربي بر 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 الدووح اينا يسوا حدث كان دا الصومالية اينا هين ويدين عدي نكرينا الصومالية هين ومشروع نقو سوقاتي بابي انتا باش غير شي اسحاق تاع صور سيدين حدينس وحو فود اليوم اما سوتو كوغو صغورانشو وحو هداني مخراتي لاهين وين غربين وحو هداني مخراتي لاهين وين غربين وحو هداني مخراتي لاهين انا غربان انا وي هي وحين نوغنا هي نمن كاسي أفكي كو هاد ليان ينو أفكي شي دامدا ها أفكي شي دامدا ينو ها وحانا المغلا عليه السلام النبي هذا الملكي جنة اللي لقى ساري أفكي استوى اللي قول هادو أفكي لقى سارة إنه بنت هاي دينا رون تاي موياني وأفكي أورم كالي يقول ديمت باليا كب حلالي وبحوي ديمت سيدي ديني ما كان افكود اي شيء غير وي هي تاسوا غضب او هويا المشروع على وصوغاتي بابينت ايو ان انا نكر الصومالي يبا هين يحس بغن ايو وحنا يوطان وكن الريموض ومشروع كشرو هداي تاي قوم اللوط هداي تاي دين لبابين ايو واركتان السجل لفتيس يا بابتيس اللي قصة مية دركسي ولا كريستمي نكي هاد دبا او ايو هاديك اي خوطة الله عنا الى امدنا وكا مخرات الى هنا وكا مخرات انا ندين شاقنا وروحا كعرارا وايا يتاسوا غضب غضب كلا بادنا وحوي واحد شري كارج لسود دونن واي
oo intaas oo kun aha oo guddidan commissionku gacanta ku hayso ayaa jira iyo koronakhla inuu hayo aan war ma hayo iyo kaararka fuujiriga waxa la doonayaa Itoobiyaanka aday hormaydiin iyo aday xabashiyiin in Soomaali laynooga dhigo oo dabataa yidhaahdeen waa la foodaya oo iyagu kiyuu ku galaan gabiiri kulliba haaf baa ah oromo wayn loognay taa gabiiri iyada haaf baaba ah sheegan mana wixii ka soo baxay iyo wixii aan ka soo baxayn waxaan ka soo bilaabayaa wadanka gobolka luyaa awdal awdal ilaa iyo dee halka la taagan yahay maxay ahayd og ayaan la hadlaya nin Itoobiyaan oo kiyuu ku jira haddaa aragtaan alam iyo jidka waa biraynaysa nin Itoobiyaane hadday intan la hadlayo waa inta ummadda Soomaaliyeed degto gabiire iyo wajaale iyo waxaas waa orom weyn waa dad oromaa weyn gabiire waxa laalay wixii ay sheegaysto way igu ridaya ha ku rideen iyaga u taala laakiin si waxaan idiin sheegaya meel inaad gabiire waa meel inaga dhimatay weyn in yar 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 oo reer dalal iyo reer xareer يا صفر فرقلي ولا دومينيت كري ورما هاي ستي توبينا يا محارو ويمك ساعة كبيري إن أنتي سامحار باقبا في العيال أولاد ساعة كبيري إن أنتي سامحار هي صلاة باقبا مركا ماها ماها ضد ميل إن نجاح مركا وحن سلي يا هاي كيوجا كأكو أركتان كتشرة أنت الله هذا يوت قرنسا يانو نوران إتوبيان كانوا سومالي باكو هذا شانه وانا دلال هذا يا ilaahay hadda garanaysaa naftiina doonaysaa kiyuga isku gelin oo kaararka isku qaadanina dad baale dad baale isku qaadanina waa maranaysaan waa la idin leenaya ogaade ogaade isku dayna taasina waa taa dagaalkii ka dhacay xaafadda axmed dhagax ee kulmiyo oo sita calamadiisii ay weerareen xaafad dad islaami degan yahay dhalinyaradii arabna hadashay oo ay ka jawaabtay bal waynu eegayna waxay kaga jawaabeen ina bixinankiisuna uu joogaa inamada yarana xaafadahooda waa garanaysa idin kale tusuun mayna Hargeysay Hargeysay anigu idin kale tusuun maya soo kala baxo reer Hargeysa iyo dad Hargeysa soo kala baxa dadkii wadanka magaaladan lahaayo isxore dad kasoo duulay dhul kale ayay ku haystay magaaladiini oo wataa lagu dhex rasaasaynayo idinka idin taala inta u dhaafi maayo wayahay waxa hadlay guddidii commissionka oo tiri waxaanu la hadlay kaliyihii place-ka waxaanu la hadlay kan oo keer oo ka warwareegaya hadalka lagama hadalka waxa ugu xun yahay hadalka markaad ka sinaysato niman yahow idinka gacanta ku haya wadanka iyo koran dhaqle way ka wareegtay cidda dhibaatada wataana waa isaga iyo caruurtiisa maxaa isaga iyo caruurtiisa walaal la weydiinay aa uga dhigaysaan wax jamaca ila waa ogtiin wixii waxaan sameeyey ina bixiinankiisu ahaay iyo sirdoonkii la xisanay iyo ciidamadii madaxtooyadii maxaa walaal hadlay laadi wixii ku shaqeynaya bal ila dhigaysaan idin yara saaro bal ila dhigaysaan eeg munaafaqada ma laqaanano wuxuu hadaanay sidaa ahayn dema laqaan ina ka yare koran dhaqale dhalay ee demir farow yaa waxan wada demir farow meeshu gali lahayn anigu watan la yaabanahay meeshu ka gali lahaa dhalinyarada waxa uu ku sameynayo isagay u taala halka sidoo noolaan lahaa yaa sidoo noolaan lahaa isagay u taala waayahay marka bal waxaan idin inoo saaraya bal ila yara dhageysta yaa bal ila yara dhageysta guddidii doorashooyinka hadashay marka in eed la qaybiyo maaha eed cidda wada dhakada laga saara maaha inaynu qayb qaybinno oo in la hebelo koran dhaqle iyo dirkiisa wada oo doonaya inuu amaalaqo doorashada oo dagaal sokeeyo rido ee reer Sheikh Saxaqo أما نفتي نبت بادية دي أما استلاء أما إلما دهيا استلاء
إذا كيدين تالا أنا وإذين شغن أو إذين شغن أو سوال باي إذين كلقن أو ملك استا إذين كشغن لكن سهدي أيضا قلب لهين يقول لك يستان أو حكومة قشان تين ما رأي إذين كيدين تالا إذين أي إذين تالا قد دي دور شوينك أو هرلين وحي كليه أن وين 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 لفوضين وين أنسدن ليالين وين أنسدن ليالين يا وين أنسدن ليالين وين أنسدن ليالين ولو طبعا نو صار يدل يردي عروا هذا الشيء علامات كلمية كتشين قارنا باسكولا دا يوم كي يقريا شاشو ترداستي انت ابو كوبية ستو كمي يا احمد بقى حد اللي قموه اينا قروه البوية 24 hours هدي اللي قصو تواقي وايو وحن اوضو اللي انحي قوري كسا قريبا نو يالا قوري قيا بيه كما دعان هو لعبا كدعا والله حافظة اي كسو تشيدا نو انقرانا وحن كو سمعينا فعل كي اي كو سمعينا فعل لبدا انا قوار كدالن يراحان يكا حافظة هان دياروه inaan ka soo aarsanno dhibaatooyada iyo dhaawaca xafada lagu geystay seenay waxaanu leenahay hubiyaha wadii qaranka la adeegsanaya hadii la joojin waayo hawsha qofkii u garanaya oo la soo garanaya magaalada qof kasta oo haysta guriga san hubaa yaala waxa leenahay si ugu degdeg badan taliyaha ciidanka booliska daba galay waxa leenahay si ugu degdeg badan ka soo jawaabo dhacnimada ay raadanta anti ka soo talaabay xafada carqalada la yimid waxa leenahay hadaan aan iyo laga soo jeebin si ugu degdeg badan guriga kasta oo hubuu yaalaanti hubaa hadii la isku faanay guriga kasta oo baaskoolo iyo qurbo uu yaala ma kulmiya anagu ka arkmayna koonista kamay iyo axmed degmad axmed dagax ayadoo la doonayo in la isku horkeyno xafada koobiyey sidoo kamay iyo xafada axmed dagax iyo garab dhalinyarada axmed dagax ee kasoo digirogtay xisbiga kulmiye una soo digirogtay xisbiga wadani bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum abdullahi barakaat dhamaan waxa ay arkaysaan dhalinyaro xubno intaas oo dhamaan salaamaya waxa ku salaamaya salaanta islaamka waxaan u badanay dhalinyarada xafada digmada axmed dagax siinay koobii iyo koobista kamayay isku tagay intaas oo dadka arkaysaa weeyaan waxaanu ka dhiidhinay oo dadkaasi isugu soo baxeen oo loo duubaya shaqada xalay ka dhacday degmada Axmed Dagax iyo kooxda qabiilada ogeeyeen kulli qof iyo qof amniga soo garanaya waxaanu leenahay hubiyaha wadii qaranka la adeegsanaya hadii la joojin waayo hawsha kulli qof qof kasta qofkii u garanaya oo la soo garanaya magaalada qof kasta oo uu haysta guriga san uu baayala madax iyo qaranimaan ku ee lagu ciseeyay lagu ilaalinay hadii inta la joojin waayo wixii inta ka badan waxa weeyaan haambi haambi marasa qof kasta oo xiniyahaaga fuul ayay noqonaysa marka waxa leenay 4-8 saacadood gudahood waa in wax laga qabtaa hawsha iyada ah hadii laga qabi waayo wixii dhaca anagu ma dhigin aniga oo ka hadlaya gudoomiyaha garabka dhalinyarada Axmed Dagax ee kasoo digirogtay xisbiga kulmiye una soo digirogtay xisbiga wadani waxaan horta anagu go'aan isla qaadanay marka dhalinyaradu way kala beersaneen hadda laakiin waxaan go'aan ku wada qaadanay inaan xisbiga wadani aan isku wada raacno dhamaantayo tan labaad wixii xalay xaafada ka dhacay ee dhimasho iyo dhaawac leh ee musuqmaasuq leh ee xalay xaafada loo geystay 24 hours hadii lagaga soo jawaabi waayo waxaan awood u leenahay guri kasta qoriba noo yaala qorigaayo biyo kama dhacay oo lacaba ka dhaca waxaanu diyaar u nahay dhaawacyo dhimashada xaafada lagu geystay in dhalinyartii waxaan ku aan askar tahay ee ciidanka heen ee magacyadooda aanu garanaynay ee calanka xisbiga kulmiye ku labisnay hadii wax lagaga soo qabo way wallahi xaafada ay kasoo jeedaan waan garanaa waxaan ku sameynaa ficilkii ay ku sameeyeen ficil labida anaga oo ka dhalinyar ahaan iyo ka xaafad ahaan diyaar u ah inaan ka soo aarsanno dhibaatooyada iyo dhaawaca xaafada lagu geystay seenay dhalinyarta waxaan go'aan soo wada qaadanay inaan ficilkii lagu sameeyay xaafada seenay aan si degdeg ah uga jawaabno 24 hours hadii la